السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عصام كابلي، أنا واقف في منطقة أثار الرجاجيل في دومة الجندل. طبعا هذه كانت تقريبا من أهم النقاط اللي أنا حبيت أني أعمل رحلة جنوب المملكة عشانها. المكان رائع. أنا واقف في النص في منطقة أعتقد أنها كانت، يمكن لو كان هذا معبد قديم أو شيء احتمال يكون ده المركز حقه. حوالي أعمدة الرجاجيل يعني بشكل، انا في النص وهي على شكل دائره. طبعا عواميد الان بعضها طاح، بعدها لسه على حالته الاصليه، ما لقيت انه في دراسات حصلت عليه بالشكل الملائم. يعني زي ما انتم شايفين هناك في اعمده، طبعا هذيك الاعمده هذيك الأعمدة طبعا مالت تمام مع الوقت، فأصبحت يعني ما تدل على شكلها المظبوط، لكن أعتقد إنه العواميد الموجودة في ديك الناحية، ما أدري طبعا لو كانت يمكن شوية بعيدة ما هي واضحة، بس اللي موجودة هناك أعتقد ديك الحالة الأصلية، لأنه هي العواميد أروح نتكلم جنب العواميد، لكن بشكل عام هي بشكل مسطح، يعني العمود واقف بدا الشكل. واملس او نحيف من الناحيه الجانبيه له، فهي مشكلتها اعتقد بتميل بشكل نازل بشكل مائل فبتنزل على الارض. فطبعا يعني ما ادري بالضبط ايش حالتها الان، يعني هل ممكن ترجع، هل ممكن احد يعمل لها دراسه، لانها بتشبه اللي موجوده في بريطانيا الستون هينج، نفس الاسلوب نفس الطريقه، احتمال يكون في تلاقي حضارات، لكن مين يقدر يثبت الكلام ده؟ كيف نعرف؟ ما ادري، وكانت في دراسه تمت لهذا الموقع. وهذا انا لاحظته في انحاء المملكه واماكن كثيره كمان حول الجزيره العربيه، في تلاقي موضوع الحجار هذه وموضوع الصخور اللي بتكون واقفه كنوع من العبادات القديمه او نوع من الطقوس القديمه، وهذا كويس نعرف عنه اكثر عشان نعرف الامتداد التاريخي لمنطقة في المملكة زي منطقة دومة الجندل، هي منطقة عريقة بالآثار. فكمان شوية حنتجه ناحية العواميد اللي هناك ناخذ عنها فكرة مقربة. طيب رجعنا مرة ثانية جنب أعمدة من أعمدة الرجاجيل. طيب جينا الآن في منطقة قريبة من أعمدة الرجاجيل، هذه واحدة منها، هي للأسف إنها أتغير شكلها ومالت على عدة نواحي، هي المفروض تكون على صف واحد. فزي ما أنتم شايفين هي أعتقد إنها حجر صخري، عوامل التعرية طبعا عملت عمايلها فيه، أعتقد كان فيه نقوش، بس طبعا ما أنت عارف هي النقوش فعلا هذه نقوش قديمة أو شيء آثار أو آثار تخريب كالعادة يعني. طبعا موجودة ذكريات في أماكن متعددة يعني منها، يعني خاوي الليل وصقر الشمال والكلام ده كله، وفلان وفلان وكان هنا. في هنا بعض النقوش اللي هي مخططة، ما أدري بالضبط هل ممكن تكون دي نقوش، ما أدري هل تشبه خطوط وعلامات، ما أدري هل هي المسمارية تقرب للغة المسمارية ولا لا، اللي موجودة بين الرافدين ما عندي خلفية عن الموضوع. طبعا احنا كان ممكن لو احد يشوف عمقها تاريخها من تحت، هل في اثار جيولوجية معروفة، كيف كان شكلها، كيف صارت، ما عندي خلفية صراحة يعني، بس انه اي احد يشوفها يعني لازم يربطها باثار تاريخية حول العالم، وهذا المفروض ان احنا نسويه، وما تترك عرضة للاهمال بالشكل ده. فاتمنى انه نشوف لها دراسات وحماية أحسن، واكتشاف طبعا لو كان في غيرها لكن في أماكن جوا كمان في الصحراء، ونعرف تاريخ حضارتها ومين اللي عملها، أو على الأقل شوية نظريات تتكلم عن الموضوع ده. وسلامتكم.